صباح دريم من سينا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، حوالي 40 سنة ولسه بنعاني من مشكلة المية. زمان الأهالي كانوا بيطالبوا بمية النيل، ودلوقتي مش لاقيين مية الأبار. مرت سنين ومشكلة المية موجودة، خاصة في مدن العريش والشيخ زويد رفع. المشكلة زادت، تعامل أكتر من مؤتمر لحل المشكلة. تعالوا نشوف الأهالي والمؤتمرات ورد المسؤولين. احنا المشكلة عندنا مشكلة خطيرة، وهي مشكلة نقص المياه في مدينة العريش. والحقيقة احنا دخلنا على مرحلة العطش، حتى احنا عندنا نوعين من المياه على فكرة غير اي محافظة خالص. النوع الاولاني ان احنا عندنا المياه اللي هي الحادقة العادية، وعندنا المياه اللي هي الصالحة للشرب. للأسف الشديد لا ديت موجودة ولا دي موجودة. ان احنا بنستقبل مياه النيل عن طريق خطين اساسيين، خط الألف والخط السبعمية، اللي بيوصل لنا هنا لمدينة العريش. برغم الاتساع العمراني اللي حصل وزيادة أعداد السكان اللي حصلت، أن العدد أو الضخ اللي واصل للمياه أقل بكتير جدا من المضخ أساسا اللي جاي من الأمطرة. احنا بنعاني جدا الفترة دي من مشكلة المية، ويمكن على مدار 30 سنة اللي فاتوا واحنا بنعاني منها، وبالمشكلة بتزيد يعني يوم بعد يوم. بدل ما نلاقي حل مع مرور الوقت، لا ده المشكلة بتزيد كل يوم. بقول لكل مسؤول، تخيل بيت حضرتك بلا مياه لمدة يوم، ما بالك بالعريش. أنا بقول لهم ارحموا أهل العريش. احنا النهاردة اشتغلنا مع القيادات التنفيذية والشعبية والمحلية، وطبعا دعينا السيد رئيس مجلس المدينة، ودعينا السيد رئيس الشركة القابضة للمياه، مياه الشرب والصرف الصحي. وطبعا الناس اللي موجودة هي الناس بتعيش المشكلة، يعني هم مواطنين وقياديين في نفس الوقت، بيعيشوا المشكلة حقيقة، هم بيعيشوها، لأنها مش في معزل عن فئة دون فئة. احنا ان شاء الله بإذن الله نبدأ نعمل من حملة توعية لترشيد استهلاك المياه حتى على حجم المياه اللي موجودة. يعني النهاردة هم بيقولوا بيضخوا 30 ألف متر مكعب مياه، في حين ان حصة المحافظة بتعدل 60 ألف أو 70 ألف متر مكعب. طيب ال 30 ألف في منها مياه مهدرة، هنبدأ أول حاجة بعمل حملات توعية لترشيد استهلاك المياه المهدرة في ال 30 ألف، ونسبة يعني قليلة جدا من لحصة الفرد في المحافظة. فإن شاء الله بإذن الله ربنا ييسر لنا كده، في المرحلة الجاية نبتدي نفعل كل الأجهزة المعنية وكل القيادات اللي معانا اللي كانت حاضرة النهاردة، نبتدي نفعل موضوعات المية، وإن شاء الله بإذن الله نحاول نحل موضوع المية للمواطن. في النهاية بوجه نداء لكل المسؤولين، بلادكم في سينا محتاجين شربة مية. نقدر نعيش تحت أي ظروف، لكن ما نقدرش نعيش من غير مية. شريط طبراني، صباح دريم، شمال سينا.